السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أصدقائي. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. اليوم إن شاء الله راح أكون معكم بشرح لطريقة التقديم على منحة ويسك الكندية. هي فرصة ذهبية للطلاب للحصول على منحة ممولة بالكامل من الحكومة الكندية، بالإضافة للحصول على توطين داخل كندا. خلينا نشوف شو هي الشروط وطريقة التقديم على هاي المنحة. خلينا نشوف شو هي الشروط اللازمة للتسجيل على منحة ويسك الكندية. نحن زي ما بنعرف انه هاي المنحة موجهة للطلاب الموجودين بالاردن وبلبنان، فلذلك شرط اساسي انه يكون دخل الاراضي الاردنية او اللبنانية قبل تاريخ 1/1/2018، وشرط ثاني لازم يكون مسجل كلاجئ في الاردن او بلبنان لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعني بده يكون مع مفوضية سواء كان موجود بالاردن او بلبنان، ولازم يكون تخرج من المدرسة الثانوية مع نسخة رسمية وأصلية للوثائق الأكاديمية، يعني بده يكون معه شهادة ثانوية والنسخة الأصلية. الحد الأدنى المطلوب هو 65% أو ما يعادلها. لازم يكون عمر المتقدم لهاي المنحة ما بين 18 سنة وما بين 25 اعتبارا من 1/1/2021، يعني يجب ألا يكون تاريخ الميلاد قبل 1/1/1996 وموعد لا يتجاوز 1/1/2003. لازم يكون الشخص قادر على أخذ دراسات أكاديمية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، يعني بده يدرس البكالوريوس سواء كان باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية. لازم يكون أعزب يعني غير متزوج، وما بده يكون عنده أطفال. لازم يعتمد على ذاته، ولازم يكون ناضج ومناسب لإعادة التوطين في كندا كفرد، أي ليس معه أي أحد من أفراد الأسرة، يعني بده يروح هو شخص لوحده على كندا وممكن يتم إعادة توطينه ضمن كندا ويظل بكندا. وهي مجمل الشروط اللازمة للتسجيل. بدي أذكركم أنه يوم الأحد 7/1/2021 هو آخر يوم للتسجيل على هاي المنحة، ما فيش وقت كثير صراحة، هي فرصة ذهبية للطلاب، فاستغلوا وقتكم وقدموا عليها. وخلينا نشوف طريقة التقديم. طيب يا جماعة خلينا نبلش بالتسجيل. روابط التسجيل راح تلاقوها بالوصف تحت الفيديو، بصندوق الوصف تحت الفيديو. سواء كنت بالأردن أو بلبنان راح تلاقوا الرابط للدخول على التسجيل على هاي المنحة. راح أشرح بالنسبة للطلاب الموجودين بالأردن. لما ندخل على الرابط راح يأخذنا على هاي الصفحة. راح ننزل على آخر شيء، راح ندخل الإيميل الخاص فينا. بدي أنبه يا جماعة إنه الإيميل لازم يكون خاص فيك، ولازم تكون أنت فاتحه وعلى اطلاع دائما، علشان إذا بعثوا لك رسالة التأكيد إن شاء الله وانقبلت. بعد ما ندخل الإيميل الخاص فينا بنعطيه التالي. طيب يا جماعة بعد هيك رح يطلب مننا صفحة للجنرال انفورميشن، رح يأخذ المعلومات العامة عننا. أول سؤال رح يطلب مننا الاسم الكامل، بنصحكم تدخلوا الاسم مثل ما هو موجود على وثيقة المفوضية لأنه بيكون موجود باللغة الإنجليزية. بعد ما دخلنا الاسم رح يطلب مننا تاريخ الميلاد، نكبس هون، بنروح أول شيء على السنة، نختار سنة مثلا 1997، بتدخل مواليدك مثلا جانيوري يوم 17 مثلا 17/1/1997 مثلا. بعد هيك رح يطلب مننا الجندر، اللي هل هو كنت انت ذكر او انثى. الميل بحط، الذكر بحط ميل والانثى بتحط فيميل. السؤال اللي بعده رح يطلب مننا الناشوناليتي اللي هي الجنسية، اكيد سيريان. بعد هيك رح يطلب مننا صورة عن الهوية الامنية او عن جواز السفر، نعطيه هون اضافة ملف، بعدين اختيار ملف من جهاز الحاسوب. طبعا بتكونوا انتوا اول شيء ماخذين سكينر عن الهويه الامنيه او عن جواز السفر، تختاروا الصوره عادي، بعدين تعطوه تحميل. مثل ما ملاحظ الصوره ارتفعت. بعد هيك رح يطلب مننا المدينه اللي انا انولدت فيها، مثلا سيريا، درعا، دمسقس، اليبو، اي شيء. بعد هيك رح يطلب حالتنا الاجتماعيه، هم كانوا مشترطين انه يكون اعزب مش متزوج قبل هيك وما عنده اطفال، فاذا كنت اعزب بتكتب سينجل، ماريد مثلا متزوج، دايفورسد يعني مطلق، او ويدو مثلا ارمل. بيسأل انه هل عندك اطفال، هم اشترطوا انه ما يكون في عنده اطفال فنحط نو. بعد هيك رح يطلب مننا رقم التليفون الشخصي الخاص فينا، ندخل رقم التليفون. ضروري يا جماعة انه ندخل النداء اللي هو نداء الأردن 962 قبل رقم الهاتف.
بيسأل انه انت حاليا موجود بالاردن؟ اكيد نعم. يس. How many years have you lived in Jordan؟ قديش صار لك بالاردن؟ اكيد اغلبنا اكثر من 3 سنوات او اكثر. اقل من سنة، هاي من سنة لسنتين، من سنتين لثلاث. بعدين بيطلب انه انت وين ساكن؟ هل انت ساكن مثلا بالمخيم؟ سكان المخيمات راح يختاروا اول خيار، واذا كنت انت ساكن برا المخيم تختار الخيار الثاني. السؤال اللي بعده راح يطلب مننا شو هي اسم المدينة او اسم المخيم اللي انت عايش فيه. اذا كنت انت ساكن بمخيم الزعتري مثلا، نكتب انه بالزعتري، زعتري كامب او الازرق. واذا كنت ساكن باي محافظة ثانية مثلا بعمان، نكتب انه عمان، او مثلا اربد، مأدبة، الى اخره. نكتب بس اسم المحافظة. ما عم نكبس على التالي لحتى ينقلنا على الصفحة اللي بعديها. الصفحة اللي بعديها تحكي عن المستوى التعليمي. اول سؤال رح يسألنا انه انت اذا انقبلت في هاي المنحة الكندية بتفضل انك تدرس اللغة الانجليزية او باللغة الفرنسية، او انه ما يكون في عندك مشكلة سواء كانت لغة انجليزية او فرنسية. طبعا نحن هون نختار الاشي اللي بيناسب، سواء كنت حاب تدرس بالانجليزي او الفرنسي. انا مثلا رح اختار اني ادرس باللغة الانجليزية. السؤال الثاني رح يسألنا انه هل انت اتممت شهادة ثانوية؟ نافية. بعد هيك رح يسألنا انه هل لديك وثائق رسمية للشهادة الثانوية؟ يعني عندك انت صورة عن الشهادة تكون اصلية وعاملها سكانر؟ نعطي مثلا ياس. بعد هيك رح يطلب مننا انه نحن نرفع هاي الصورة بعد ما نكون عاملينها سكانر ومخزنينها عندنا على الكمبيوتر. نعطي اضافة ملف، بعدين اختيار ملفات من الجهاز، ونختار الشهادة تبعنا. بعد هيك نعطي تحميل حتى ترتفع على الموقع. ننتقل للسؤال اللي بعده يا جماعة. بيسألنا انه مين مصدر هاي الشهادة الثانوية؟ يعني انت مين حصلت على هاي الشهادة الثانوية؟ هل هي من العراق، لبنان، الصومال، السودان، سوريا او اليمن؟ بحالتنا مثلا انا اخذت الشهادة من الاردن، فبعطي الاخرى وبكتب هون جوردن. السؤال اللي بعده راح يسألنا إذا أنت اخترت سوريا، يعني الأشخاص اللي كانت شهادتهم من سوريا، من أي حكومة حصلت على هاي الشهادة؟ هل هي من الحكومة السورية النظامية Syrian Arab Republic، أو يعني حكومة النظام، أو مثلا من الحكومة السورية المؤقتة اللي هي Syrian Interim Government؟ في حالة الأشخاص اللي أخذوهم من الأردن أو من أي بلد ثاني غير سوريا يحطونا. أنا بحالتي مثلا أخذتها بالأردن راح أختارنا. بعد هيك يا جماعة رح يطلب مننا الـ Final Average Grade، يعني المعدل الأخير بالشهادة الثانوية. بالنسبة لشهادات التوجيهي بالأردن بيكون مكتوب عندنا المعدل بالثانوية، فما بنتغلب. الشهادات الأخرى بيكون في علامة، معطينا مثلا علامة 250 من 290 أو أي علامة أخرى. طريقة الحصول على المعدل يا جماعة، بنقسم العلامة اللي إحنا حصلنا عليها على المجموع العام، بنضرب بمية بالمية، وهيك بنحصل على البيرسنت أو الأفريج بالشهادة الثانوية. السؤال اللي بعده رح يسألنا إنه أنت هل درست بعد الشهادة الثانوية، يعني بعد مستوى الشهادة الثانوية هل أنت درست؟ ففي عندنا عدة خيارات، خلينا نركز شوية جماعة بهاي الخيارات. أول سؤال، إذا أنت خلصت الشهادة الثانوية ودرست بعد هيك وخلصت دبلوم أو جامعة، اختار الخيار الأول، إنه أنا complete post secondary degree or diploma، إنه أنا بعد الثانوية درست وخلصت، درست دبلوم، درست كلية، درست جامعة، اختار هذا الخيار. الخيار الثاني يا جماعة، Yes, I am currently enrolled in post-secondary course but I have not yet completed my degree. انه انت عم تدرس حاليا بالجامعة او بدبلوم بس لسه ما خلصت، اختار الخيار الثاني. الخيار الثالث، انه انت درست سابقا دبلوم او درست جامعة بس ما كمل، يعني انت تركت لأسباب معينة، اختار خيار الثالث. الخيار الرابع، انه انت ابدا ما درست، يعني انت خلصت الشهادة الثانوية وحاليا تستنى بفرصة، فبتختار الخيار الرابع. هون راح يطلب مننا مثلا انه اذا انت اخترت يس، انه انت مثلا درست، سواء درست وكملت او درست وحاليا لساتك عم تدرس او درست بس تركت، راح تختار هون مثلا بدهم تعرفوا هم انه انت كم سنة درست، مثلا 2 years 3 years الى اخره، وشو هو الميجر تخصص تبعك، وين كان، يعني باي بلد انت درست، تمام، يعني معلومات عن خلفيتك التعليميه بالبوست سيكندري اديوكيشن.
بعد ما خلصت شهادة ثانوية شو درست؟ تحكي له مثلا أنا درست سنتين صيدلة بالأردن مثلا. إذا حكيت أنه أنت تركت مثلا، أنه أنت وقفت، يعني إذا اخترت الخيار الثالث أنه أنا درست بس بعدين وقفت، هم بهمهم يعرفوا شو الأسباب، مثلا أسباب مالية، أسباب عائلية، أسباب أمنية، أي شيء بتوضح لهم هذا الشيء. ضروري يا جماعة يكون باللغة الإنجليزية، يعني استخدموا مترجم جوجل، اختاروا عبارات تكون بسيطة وتكون عبارات سهلة وما تكون معقدة. بعد هيك يا جماعة رح نثبت على التالي، رح ننتقل للصفحة اللي بعد هيك. طيب يا جماعة الصفحة اللي بعد هيك تحكي لنا عن معلومات حول وضعنا نحن كلاجئين ضمن الأردن. السؤال الأول بيسألنا إنه أنت حاليا شو وضعك كلاجئ؟ هل أنت بالخيار الأول إنه أنت مثبت ضمن المفوضية إنك أنت بصفة لاجئ، أو من الحكومة الأردنية إنه أنت صفتك صفة لاجئ؟ غالبيتنا ما عندنا هذا الخيار لأنه نحن طالبي لجوء. الخيار الثاني إنه نحن مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هذا الخيار اللي نحن نختاره. السؤال الخيار الثالث اللي هي أسايلوم سيكر، اللي نحن مثلا طالبين لجوء لدولة أو إن ملف بالتوطين. وآخر خيار أذر إذا ما كان أي خيار من الخيارات الثلاثة اللي قبل. السؤال اللي بعده رح يحكينا إذا أنت اخترت أذر مثلا، إنه ما كان لا طالب لجوء ولا عندك ملف توطين ولا مسجل لدى المفوضية، شو وضعك أنت كلاجئ ضمن الأردن؟ بدك توضح لهم هون شو وضعك أنت. إذا اخترت إنه أنت مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بدهم الانديفيديوال نمبر اللي هو الرقم الشخصي اللي موجود على المفوضية، رقمك الشخصي وليس رقم المفوضية. إذا كان في لك ملف بالتوطين مثلا، بدك تدخل رقم الملف أو رقم الحالة تبعك اللي موجودة بالملف التوطين، بيعطوكم رقم ملف مثلا، بدك تدخل هون الرقم. هون راح ترفع لهم كوبي من المفوضية، صورة على المفوضية، نعطي إضافة ملف واختيار ملفات من الجهاز، نختار الصورة، نعطي تحميل. بعد هيك يا جماعة رح يسألنا إنه في أنت أو أحد عائلتك إلهم ملف بالتوطين بكندا أو أي بلد آخر، مثلا أنا نو ما عندنا ملف. إذا اخترت يس مثلا بدك تكتب لهم بأي بلد وشو كانت النتيجة، يعني هم قبلوك ولا أنتوا رفضتوا ولا شو كانت نتيجة الملف ولا قيد الدراسة أو أي خيار من الخيارات. بعد هيك يا جماعة رح نكبس على التالي. أول سؤال يا جماعة رح يسألنا إنه نحن ليش تركنا البلد الأصلي؟ لازم نتوضح ضمن ترتيب زمني، رح يطلب مننا مثلا ترتيب زمني للأحداث، إنه مثلا أنا طلعت من بلدي بتاريخ كذا، دخلت على الأردن بتاريخ كذا، انطلبت للجيش مثلا بتاريخ فلاني، رح نوضح مثلا ترتيب زمني لجميع الأحداث الهامة اللي تسبب في طلب الحماية خارج وطنك، يعني أنا ليش تركت وطني؟ مثلا قريتي تعرضت للقصف أو للتدمير بتاريخ فلاني، يعني بشكل عام بالتواريخ انه ليش نحن مثلا تركنا هاي البلد. وبدنا نكتب مثلا اجراءات تم اتخاذها ضدك او ضد احد افراد عائلتك، مثلا حدا من افراد عائلتك انطلب، حدا من افراد عائلتك مثلا صارت معه مشاكل، كان معتقل، كان كذا، بنوضح هاي ضمن السؤال الاول. السؤال اللي بعده رح يطلب مننا يا جماعة انه انت متى وصلت للاردن؟ نكبس هون مثلا انا مثلا ب 2013 شهر اذار يوم 26 مثلا، بحط التاريخ. بعد هيك رح يسألنا انه انت هل ممكن انك قادر انه ترجع على بلدك سوريا، على بلدك الام؟ تكتب له مثلا يس اور نو. اذا كان لا، بدك توضح لهم شو هي الاسباب اللي تمنعك من العودة، مثلا انت مطلوب الخدمة الالزامية، مشاكل امنية ضمن البلد، وبتوضح كل هاي الامور. بعد هيك نكبس على التالي. نحن بنكون وصلنا لاخر مرحلة من التسجيل على منحة ويسكي الكندية. رح يسألنا هون سؤال انه هل سبق لك وان قدمت على هاي المنحة قبل هيك؟ نحن مثلا ما قدمنا هاي اول مرة، بعطينه. رح يسألنا اخر اشي هون انه اذا في اي اشي انت حاب تضيفه، اي افكار، اي شغلات انت حاب تكتبها خارجية ممكن تضيفه هون، اذا عندك اي فكرة او عندك اي اشي ممكن تقدمه لهاي المنحة او اشي يقوي مثلا قبولك بهاي المنحة ممكن نضيفه نحن هون. بعد هيك رح يسألنا انه مثلا هاي المعلومات اللي انا حكيتها كلها صحيحة، انا اقر واعترف انه هاي المعلومات كلها صحيحة وكلها موثوقة، واذا كان في معلومات خاطئة واردة في هذا الطلب رح تأثر على فرصتي او اختياري لهاي المنحة، بنعطي يس ما في مشكلة.
واللي بعده نفس الشيء راح يسألنا انه مثلا والله انا افوض الخدمة الجامعية العالمية في كندا لمشاركة بياناتي الشخصية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، نعطي يس ما في عندنا مشكلة. واخر اشي انه اقر واوافق على قيام منحة ويسك مثلا بالتحقق من تاريخ تعليمي ما بعد المرحلة الثانوية مع المؤسسات والأكاديمية وبرامج المنح الدراسية والسلطات المحلية كمان يس ما في عندنا مشكلة. وهيك بنكون نحن بكل بساطة يا جماعة قدمنا على هاي المنحة ونعطيه آخر إشي إرسال. جماعة نحن بنكون قدمنا على هاي المنحة بكل بساطة وسهولة، التقديم ما بياخذ مننا 5 دقائق بكل بساطة. لما تيجينا هاي الشاشة بنعرف نحن إنه your SPR online application has been received thank you، هيك بنكون نحن سجلنا. يعطيكم ألف عافية، وأي استفسار أو أي سؤال أنا جاهز الإجابة عنه بالتعليقات، رح نساعدكم إن شاء الله وما رح نقصر معكم، ويعطيكم ألف عافية.